Hello all and have a productive day. مرحبا جميعا. أتمنى أن يكون يومكم إنتاجي أكثر. So today's video is about the needful paragraphs of unit one. A fixing business. Video اليوم هو حول uh, الفقرات الثلاث التي تحتاجونها في الوحدة الأولى. A fixing business. As you can notice, the first paragraph is about how to fight corruption. في الفقرة الأولى أحدثكم عن المعايير أو المقاييس التي نستعملها لمحاربة الفساد وثاني فقرة حول النتائج السلبية للتقليد أو التزوير وختمت الفيديو بفقرة حول عمل الأطفال القصر دون سن الثامن عشر إن أردتم مني أن أشرح لكم الفقرة بالتفص... الفقرات بالتفصيل الممل ضعوا ذلك في التعليقات وتجدون الفقرات الثلاث مكتوبة على موقعي على جوجل www.makespaceforenglish.com دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء